كل شخص بيعاني من ارتفاع ضغط الدم. ركز في الكلام ده وركز في الفيديو ده كويس جدا، لان اللي هيتقال النهارده ممكن تكون ما سمعتوش قبل كده، علشان اصحح لك بعض المفاهيم اللي بتسبب ارتفاع ضغط الدم. ومهما تاخد العلاج بتاعك الضغط معاك مش بيتظبط، وتفضل طول عمرك مريض ضغط دم مزمن. هل الملح هو السبب الرئيسي والاساسي والمباشر لارتفاع ضغط الدم؟ احب اقول لك لا، الملح مش هو السبب الرئيسي والاساسي لارتفاع ضغط الدم، بل هتعرف دلوقتي السبب الرئيسي والاساسي لارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط بيحصل بسبب حاجتين، سبب اساسي ومباشر، وهو حاجه اسمها الميتابوليك سيندروم، يعني متلازمه الايض، وده بينتج عنها مجموعه من الامراض. اشهر حاجتين بيبوظوا الدنيا كلها بالنسبه لمرض الضغط، رقم واحد الكبد الدهني، رقم اتنين مقاومه الانسولين. وركز بقى معانا، الكبد الدهني اللي هو الفات ليفر، لما احنا بناكل سكر ونشويات كتير، وبتبدا تدخل نشويات وفاست فود واكل من بره وعصاير وحلويات بكميات كبيره جدا، فبالتالي نسبه الدهون في جسمك بتبدا تزيد. الدهون لما بتزيد بتبدا تتراكم حول الاعضاء من جوه، فبتبدا تروح تضغط على الكبد، فالكبد بيكون قاعد في حال سبيل اهو، يلاقي دهون عماله بتدخل حواليه من كل مكان، فبالتالي الكبد بيبقى كبد دهني، حواليه دهون، محاصر بالدهون، مش عارف يفلفص او يتحرك من كتر الدهون اللي حواليه. فساعتها الكبد بيضاعف المجهود الطبيعي بتاع اللي هو بيعمله، يعني لو بيعمل مثلا مجهود قليل هيبدا ساعتها المجهود يتضاعف للضعف عشان يكسر الدهون اللي حواليه ويبدا يتحرك. الكبد اول ما بيعمل مجهود كبير قوي بيبدا يزود حاجه اسمها اليوريك اسيد او حمض البوليك، اللي هو السبب الرئيسي والاساسي والمباشر لامراض النقرس. فبالتالي اليوريك اسيد ده لما بيزيد افرازه في الدم بيعمل لك مشكله في جسمك. طب ايه هو الحل في القصه دي او في الوضع ده دلوقتي؟ الجسم جواه الحل بتاع القصه دي كلها. فالجسم بيعمل ايه؟ بيزود من افراز حاجه اسمها النيتريك اسيد. النيتريك اسيد دي حاجه موجوده في الجسم بتاعنا وبتتفرز بشكل طبيعي. السبب او الوظيفه الاساسيه والرئيسيه بتاعتها ان هي بتمدد الشرايين والاوعيه علشان الجسم ما يدخلش في ارتفاع ضغط دم. طب دلوقتي وظيفتها بقى بتتحول، بدل ما هي شغلانتها قاعده على تمدد الشرايين وعلى تمنع ارتفاع ضغط الدم، بتبدا تروح تتخانق مع اليوريك اسيد ده علشان تحميك انت من دخول في اي مشكله كبيره ممكن تسبب لك مشاكل مرضيه ثانيه. فبالتالي وظيفه النيتريك اسيد بدل ما كانت بتمدد الشرايين والاوعيه، لا ده بدات تحارب اليوريك اسيد، فبالتالي التمدد بتاع الشرايين بدا يقل، فبالتالي الشريان بدل ما كان بيبقى حجمه كده بدا يبقى حجمه كده، فبالتالي انت بقيت مريض ضغط دم مرتفع. يبقى السبب الاساسي جه منين؟ جه من ان حضرتك زودت في نسبه النشويات ونسبه السكر ونسبه الاكل اللي هو من بره البيت والحلويات، فعمل لك فاتي ليفر، كبد دهني. الكبد الدهني اللي ساعتها الجسم عايز يتخلص من القصه دي، فالكبد زود المجهود علشان يطلع اليوريك اسيد اللي زود لك النيتريك اسيد اللي خلاه بدل ما كان بيشتغل على تمدد الشرايين بقى بيشتغل علشان يحارب اليوريك اسيد، فبقيت مريض ضغط. السبب الثاني، وركز بقى معايا علشان تعرف ان الملح مظلوم، لما احنا بناكل سكر كتير بناكل نشويات كتير، فبالتالي هرمون الانسولين بيبدا افرازه في الجسم يعلى. الانسولين كل ما بيعلى في الجسم بيروح يهاجم اربع مستقبلات او اربع مواقع داخل الكلى. المواقع اللي موجوده في الكلى دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي تمتص الملح اللي احنا بناكله وتطرده خارج الجسم مع البول. يعني انا دلوقتي اكلت مثلا زيتون، اكلت مخلل، اكلت معلقه ملح في طبيخ، اكلت اي ملح اكلته، المفروض ان ده طبيعي بينزل معايا في البول بتاعي. ايه هو اللي بيخلي الملح يخرج مع البول بتاعي؟ هي الكلى. لما انا باكل سكر كتير الانسولين بيزيد. الانسولين بيعمل ايه؟ بيروح يضغط على الكلى وبيهاجم الكلى، فبالتالي بيخلي وظيفه الكلى ان هي تمتص الملح وتطرده خارج الجسم ما تتمش، فالكلى ما تعرفش تمتص الملح من الاساس، وفي بعض الاحيان تمتصه وتكون هتطلعه بره الجسم يروح جاي مرجعه تاني، يعني ما بيلحقش يطلع مع البول، فبالتالي الملح معاك بيفضل متخزن في الجسم. بالتالي الملح طول ما هو موجود في الجسم ما بيخرجش، بيعمل على زياده تمدد الاوعيه الدمويه بالميه، يعني بيعمل لك احتباس السوائل، فبالتالي بيرفع لك ضغط الدم. فبدل ما كان الوعاء ده بيروح الدم منه رايح داخل طالع براحته ما فيش اي مشكله، بدا يبقى فيه ميه هنا مقفوله او ميه زايده هنا، ميه حبسه الاوعيه الدمويه، فبالتالي بتعمل مشكله مع ارتفاع ضغط الدم نتيجه ان الملح ده اصلا ما خرجش. يبقى المشكله مش في الملح اصلا، يعني المشكله مش ان انت اكلت ملح، المشكله ان الملح اساسا ما خرجش بره جسمك ولسه قاعد في جسمك. طب ايه اللي خلى الملح يفضل في جسمك؟ ان حضرتك بتاكل نشويات وسكر كتير جدا، بتاكل فاست فود واكل من بره كتير جدا، الحلويات كتير جدا. يبقى المشكله الاساسيه في ارتفاع ضغط الدم مش الملح، المشكله الاساسيه هو السكر والنشويات. السبب الثالث لارتفاع ضغط الدم هو هرمون الكورتيزول، لان هرمون الكورتيزول كل ما بيزيد كل ما بيزود الادرينالين، كل ما بيزود هرمون الانسولين اللي هو بيعمل لك المشكلتين اللي فوق دول. الكورتيزول بيزيد بايه؟ بيزيد بالتوتر والعصبيه والانفعال الدائم، وبيزيد مع السهر لفترات
طويله. السبب الرابع لارتفاع ضغط الدم وهو كتر استهلاك المسكنات على طول. الجماعه اللي بياخدوا كل شويه مسكنات لاقل سبب، فبالتالي بيضغط على الكلى، يخلي وظائف الكلى ما تتمش، فبالتالي الكلى بدل ما هتطلع الملح بره بتخلي الملح موجود في الجسم، فبالتالي بيعمل لك احتباس للسوائل فيرفع لك ضغط الدم. علاج القصه دي ايه؟ يعني لو حضرتك قعدت تقلل الملح طول حياتك وما عالجتش القصه دي وعمال بتاكل سكر ونشويات كتير ولا الهوا، هتفضل مريض ضغط. علاج الموضوع ده رقم واحد نظام دايت منخفض السعرات. ولو ان اي مريض ضغط بيبدا يظبط الدايت بتاعه ويظبط نظام الاكل بتاعه ويمشي على حميه اللو كارب دايت او الداش دايت المخصص لمريض الضغط، بيلاقي ان خلال اسبوعين ان مستويات الضغط بتاعته بتبدا تقل، وبعد شهر ونص بتبدا جرعات الضغط بتاعته او علاج الضغط بتاعه بتبدا تقل. النقطه الثانيه عدم السهر علشان ما نزودش من افراز هرمون الكورتيزول. النقطه الثالثه نقلل المسكنات شويه. رقم أربعة ممارسه الرياضه او المشي على الاقل من 10 ل 15 دقيقه في اليوم، لان الرياضه او المشي بتقلل من هرمون الانسولين في الجسم، فبالتالي الانسولين لما بيقل فبالتالي مش هيعمل لك كبد دهني ومش هيعمل لك مقاومه انسولين. الكبد الدهني ومقاومه الانسولين هم السببين الرئيسيين والمباشرين لارتفاع ضغط الدم، اللي بيكون سببهم الرئيسي والاساسي والمباشر اكل سكر ونشويات كتير. قللت الاثنين دول وعملت الاربع حنقط اللي احنا بنتكلم عليهم دول، ساعتها ما بقاش في ضغط. من غيرهم لو مشيت على علاج الضغط طول حياتك هتفضل تلاقي دايما جسمك مخزن ميه كتير، ايدك منفوخه، رجلك منفوخه، البطن منفوخه، بقيت حاسس ان انت دايما منفوخ لان في ووتر ريتينشن او تخزين ميه.